قل يا فضيلة الشيخ، تعلمون أنه الآن قد انتشر استخدام الإنترنت بين الناس وخصوصا الشباب والشابات منهم، وقد أصبح الحديث بين الناس ممكن بين النساء والرجال، وقد تكون الأحاديث في بدايتها تعارف وسواليف أو وسوالف كما عبر بذلك، ولكن قد تنتهي إلى ما يحمد عقباه. سؤالي إلى ما يحمد عقباه، إلى ما لا يحمد عقباه. فيقول سؤالي: ما هي الضوابط التي تراها بالنسبة لهذا الأمر؟ الذي أرى أن يتجنب الإنسان اقتناء الإنترنت نهائيا، لأن هذه الوسيلة فيها خير وفيها شر، وبالتتبع والاستقراء تبين لنا أن الإنسان يقتنيها من أجل أن ينتفع بما فيها من العلوم، وفي التالي ينحدر إلى الهاوية إلى أمور أخرى كالفضائيات تماما. ولا حاجة إلى أن أسرد عليكم ما يرد علي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يكون يعني مستقيما، بل يكون إمام جماعة أو مؤذن مسجدا أو مؤذن مسجد فيقتني، وأعني بذلك الفضائيات، بحجة أنه يطلع على ما لا يحصل عليه في التلفزيون العادي، وإذا به والعياذ بالله يهوي به في مكان سحيق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يهلك، فهذا مثله. فالذي أرى أن يتجنب الإنسان هذه الوسيلة ما دام يخشى على نفسه الوقوع في المحرم.